مصر قوتها في ناسها، في روحها، في دفاها، في محبتها، في احتضانها، في أنها لا تشعر الغريب بأنه غريب، في أنها تجعل كل من يدخل فيها يشعر وكأنه صاحب بيت. مصر عظيمة منذ الأزل. الأحلى إن إحنا نلاقي الناس اللي تفتكر ده وتأكد عليه ولا تتناساه، ولا تجعل المتغيرات تدخل في قلبها عدم رغبة في ذكر ذلك. احتفالية 50 سنة العلاقات المصرية الإماراتية أتاحت الفرصة لناس كثيرة جدا وشخصيات مرموقة وكثيرة إن هي تقول وتحكي، تحكي عن معزة مصر العظيمة في قلوب العرب وتحديدا في قلوب الإماراتيين. 3 من الشخصيات السياسية البارزة أيضا في دولة الإمارات العربية المتحدة كانت لهم ذكريات هنا فاكرينها حتى بعد ما تبوأوا أكبر المناصب. أفواج من الشباب الإماراتي ذهبوا للدراسة في مصر، منهم 3 سافروا إليها بطموحات عالية وأحلام المستقبل. فسحرتهم مصر، صهرتهم في قلبها الدافئ، وفتح أهلها القلوب لهم فلم يشعروا بالغربة. كتبت في طلب الالتحاق في جامعات المصرية، كلية الزراعة جامعة القاهرة، الخيار الثاني كلية الزراعة جامعة القاهرة، الخيار الثالث كلية الزراعة جامعة القاهرة. ولأن سموه عاشق للثقافة والتراث، وجد في متاحف مصر، مسارحها، حواريها، مثقفيها، حلمه المولود. أحب مصر حتى قبل أن يراها، وساندها بكل ما يملك. جت 67 وقعدت أقول يعني خذوني، أنا أعرف أسوق عربية، أعرف أسوق عربية لوري، خذوني أنا أعرف أطلب أضرب نار. صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي هو الحاكم المستنير المثقف الذي نقل الثقافة العربية إلى رحاب العالمية. عاش معالي أحمد بن خليفة السويدي زمن ازدهار القاهرة السياسي بكل تفاصيله، منذ أن أذاع بيان التأسيس في 2 ديسمبر عام 1971. حمل معالي أحمد بن خليفة السويدي أمانة الخارجية ليجوب العالم كمبعوث خاص للأب المؤسس المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه. جاء الدكتور عبد الله عمران تريم ليدرس التاريخ، فجذبته رائحة الحبر والأوراق المطبوعة إلى عالم الصحافة، فبدلت حلمه بالتدريس ليصبح أحد أقطاب الإعلام العربي. حمل الدكتور عبد الله عمران تريم أمانة الكلمة مدرسا وصحفيا ووزيرا للعدل، فغدا فارس الكلمة التي ما زالت تشع رغم الرحيل. هي مصر القادرة، الحاضرة، الخيرة، والقاهرة منحتهم آفاق العلم والمعرفة، فعادوا يحملون مسؤولية الغد، وكانوا في طليعة التشكيل الوزاري الأول لدولة الإمارات. مصر الإمارات، رحلة عطاء لا تنتهي بين حضارة ومنارة، 50 عاماً من الألفة والمحبة والأخوة.